البز البز اليوم نحكيو على حضور الشاعر المصري هشام الجخ في برنامج 24/7 مع أختي مريم بالقاضي. الراجل حكي 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 وكل أسيستانت جاتوا باش بدلوا كاس الماء والله الله عليها إيش حب تعمل وقت الميسيون وما هما كل الأسيستانت يبدأوا دي مسكت سكيت تي يتحركوا تحت الطوي ولا اللطف. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ طب انت مكسوفه ليه؟ طيب علي صوتك. اسمك ايه؟ سمية. ازيك يا سميه؟ عامله ايه يا سميه؟ اخبارك ايه يا سميه؟ اكهو وفضح الحال الطفلة في بالها ديريكت وتمشي بالسياسة وتحكي بالسياسة وتبدله في كاس الماء بالسياسة وهو الراجل طلع بفضوح شكلها مطلع عنيكم سمية. بصي بيحبوكي. بصي ميه برضه. طب ما انا كان قصادي ميه يعني انت خدتي ميه وجبتي ميه يعني. خدتي ميه وجبتي ميه يا سميه ليه وزيت شبكها مع الشبيبه الغادي بتبيعها سي هشام احنا في تونس اللي يخدم على روحه الكل نحبوه اما بالمقلوب تيلا علينا هي تعطينا اهل السياسه والسياسيين فاش يحكيوا هالايامات. سي حمل همامي تي وينك يا راجل متخبي ولا محجوب مرتوب؟ والله الواحد بالعمل تحير عليك. شعب تونسي يعرف اللي عنده بديل وتحدثنا عليه البديل هذا. قلت البارح برك انا منظر الجبهة قال لي طلعت في تاكسي سيارة أجرة وقت اللي الساق عرف اللي هو من الجبهة الشعبية قال له بربي تحب نحكي معك على مشكلة المديونية الديون تاع تونس. قال له الضريب على الثروات الكبرى. هذا التاكسيست معنا. هذا تاكسيست يتبع ويعرف وتعرف التاكسيست يتبعوا برشا ورئيس الدولة في عنموش اللي الجبهة الشعبية عندها بديل. اي ماك تعرف التاكسيست عنده وقت باش يسمعك اما رئيس الجمهوريه مش لاهي لا بيك ولا بالبديل واصلا قال لك هالايامات الضو مقصوص عنده كيفاش تحبوا يسمعك وانت ترقد ترقد ومن بعد تحبوا يتبعك ويبدا في باله بالبديل. انت سبات الشتوي نتاعك ما عندوش برشا مليوفي وهو توا كيبدا عنده سبات الشتوي. وجعتوا لي راسي انتوما السياسيين اعطيني يا حميده شويه فن نرتح بها اعصابي. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا. الله يا ست قصدي يا علي يا جماعة هذا علي الشاب يستعرض في قدراته الغنائية والفنية مع انت عمري متاع أم كلثوم. أما الحق الحق علي خويا أول ما سمعتك ما نجمت نتذكر كان هذه يا قاون يا نيك يا أيامي يا ياحو عيموني أندم 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 بس عي اي ماضي وجياحو. البس اسمه مزيان.